بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم النبي المنتظر. حديثنا عن النبي الذي بشرت به التوراة والإنجيل، النبي الذي بشر به الأنبياء نبيا تلو نبي، النبي الذي ينتظره العالم. ذكرنا بأن الله عز وجل وعد إبراهيم عليه السلام بالبركة في أبنائه، في المؤمنين فقط من أبنائه، وأنه وعده في البركة في ابنين، في إسماعيل وفي إسحاق، وأن البركة بدأت في إسحاق عليه السلام وفي ذريته، فكان منهم الكتاب والحكم والنبوة، إلى أن غيروا فغير الله حالهم إلى حال آخر من البركة إلى اللعن. هذا ما يقوله الكتاب المقدس. الكتاب المقدس يخبرنا بأن بني إسرائيل لم يكونوا على مستوى اصطفاء الله عز وجل، لذلك غيرهم الله عز وجل وأتى بأمة أخرى، سنرى صفات هذه الأمة بعد قليل. لنقرأ ماذا يقول الكتاب المقدس عن بني إسرائيل، لنرى هل هؤلاء يستحقون أن يبقى فيهم الاصطفاء إلى الأبد أم أنهم لا يستحقون ذلك. نبدأ بسفر التثنية في الإصحاح 32 على 28، فاسمع ماذا يقول عن بني إسرائيل. إنهم أمة عديمة الرأي ولا بصيرة فيهم، ولو عقلوا لفطنوا بهذه وتأملوا آخرتهم. هذه الأمة التي يقول عنها الكتاب بأنها عديمة الرأي، لا بصيرة لها، هل هذه أمينة على اصطفاء الله عز وجل؟ هل يبقى الاصطفاء فيها إلى الأبد؟ أقول مستحيل. أولئك الذين كانوا يقتلون النبيين بغير حق، هل هم أمناء على اصطفاء الله عز وجل؟ سفر الملوك الأول في الإصحاح 19 يقول لنا بأن النبي إيليا يقول: قد غرت غيرة للرب إله الجنود، لأن بني إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف، قتلوا أنبياءك بالسيف، فبقيت أنا وحدي، أي النبي إيليا، بقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي ليأخذوها. من كان هذا حاله؟ هل يستحق أن يبقى فيه الاصطفاء إلى الأبد كما يقولون؟ المسيح عليه الصلاة والسلام جاء فأخبر أن هؤلاء غير أوفياء على اصطفاء الله عز وجل، لذلك يقول في متى 23: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، ويل لكم أيها القادة العميان، أيها الجهال والعميان، أيها الحيات أولاد الأفاعى، أولاد الأفاعي، كيف تهربون من دينونة جهنم؟ يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين. هؤلاء الذين قتلوا الأنبياء والمرسلين، هل يبقى فيهم الاصطفاء إلى يوم القيامة؟ أقول لا، فهؤلاء ليسوا أمناء على شرع الله عز وجل. لقد أخبر يعقوب عليه السلام، أخبر بني إسرائيل بما يصيبهم في آخر الدهر، أخبرهم بالحقيقة التي ينتظرونها. ما هي الحقيقة؟ أن الله سينزع منهم الملك وسينزع منهم النبوة ويعطيها لرجل آخر. فلنسمع ماذا يقول يعقوب عليه السلام في التكوين 49 على 10: دعا يعقوب بنيه وقال: اجتمعوا لأنبئكم بما يصيبكم آخر الأيام. تعالوا تعرفوا إيش اللي حيحصل معكم قبيل الساعة. اجتمعوا واسمعوا يا بني يعقوب، وأصغوا إلى إسرائيل أبيكم. ثم يقول النص بعد قليل: لا يزول قضيب من يهوذا، لا يزول قضيب من يهوذا، يعني لا يزول الملك من سبط يهوذا الذي كان فيه ملوك بنو إسرائيل، لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه، ولا تزول الشريعة من تحت قدميه، حتى يأتي شيلون، حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب. إذن يستمر فيكم النبوة ويستمر فيكم الملك حتى يأتي النبي شيلون. شيلون من الكلمة العبرية شيلو بمعنى الرسول، لذلك في ترجم اسمه يوناثان يقول: لا يتوقف الملك والحكام من عائلة يهوذا، لا يتوقف معلمو الشريعة من نسله، حتى يجيء الملك المسيا. إذن هناك ملك مسيا، عندما يأتي يزول الملك من بني إسرائيل وتزول الشريعة من بني إسرائيل. هذه النسخة الرهبانية اليسوعية النص فيها يقول: لا يزول الصولجان من يهوذا
ولا عصا القيادة من تحت قدميه إلى أن يأتي صاحبها وتطيعه الشعوب، الشعوب ستطيع شيلون هذا القادم. إذن هو ليس رسولا إلى بني إسرائيل الذي يقول إنما بعثت إلى خراف بيت إسرائيل الضالة حسب إنجيل متى، لا، هذا رسول لكل الأمم تخضع له الشعوب، ليس هو المسيح الذي لم يخضع له أحد والذي كاد أن يقتل لولا أن رفعه الله تبارك وتعالى. إذن النبي القادم ليس من بني إسرائيل، لماذا؟ لأنه نبي تخضع له الشعوب، ولأنه نبي يزول على يديه الملك من يهوذا وترفع الشريعة منهم. من هو؟ إنه شيلون الرسول القادم، إنه محمد صلى الله عليه وسلم. لقد جاءت النصوص وهي تؤكد على معنى مهم، وهو أن الشجرة الرفيعة التي بدأ فيها الاصطفاء ستصبح وضيعة، وأن الشجرة الوضيعة أبناء الجارية أبناء هاجر ستصبح شجرة رفيعة. هذه النصوص هي التي تخبر بهذا. نبدأ بحزقيال 17 على 24 يقول لنا: إني أنا الرب وضعت الشجرة الرفيعة، شجرة وضيعة سيضعها ستصبح رفيعة والرفيعة ستصبح وضيعة، إني أنا الرب وضعت الشجرة الرفيعة ورفعت الشجرة الوضيعة وأيبست الشجرة الخضراء وأفرخت الشجرة اليابسة، أنا الرب تكلمت وفعلت. إذن شجرة بني إسرائيل أولاد إسحاق الذين بدأت بهم البركة الشجرة الرفيعة ستصبح وضيعة، وأبناء الجارية أبناء هاجر الشجرة الوضيعة ستصبح رفيعة، هكذا شاء الله تبارك وتعالى. يوحنا المعمدان عليه السلام اللي هو يحيى عليه السلام كان قبل المسيح بستة أشهر، حذر بني إسرائيل، حذرهم وهم ينتسبون إلى إبراهيم فيقولون بأننا أبناء إبراهيم، فقال لهم: الآن قد وضع الفأس على أصل الشجرة، هذه الشجرة الرفيعة وضع الفأس عليها، فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار، أنا أعمدكم بماء التوبة، لكن الذي يأتي بعدي، هو كنبي سيأتي بعده، هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحمل حذاءه، هو سيعمدكم بالروح القدس ونار. هذا الرجل نبي قوي معه نار، يعمدكم بالروح القدس والنار. إذن هذه النصوص تؤكد على أن رفيعا سيصبح وضيعا، وأن وضيعا سيصبح رفيعا، وأن هذا النبي العظيم سيعذب الله بني إسرائيل على يديه، سيعمدكم بالروح القدس ونار. هو النبي الذي قاتل اليهود في بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع وأخرجهم من خيبر إلى غير ذلك، إنه النبي العظيم الذي يعمد بالروح والنار. النبي حزقيال يخبر بني إسرائيل أن هذا الحال سيتغير، الحال الذي هم فيه من عز سيصبح ذلا، والذل سيصبح عزا. فقال لهم في الإصحاح حزقيال في الإصحاح 21 على 25 من سفر حزقيال: أنت أيها النجس الشرير رئيس إسرائيل الذي قد جاء يومه في زمان إثم النهاية، هكذا قال السيد الرب. نسمع إلى قول الرب: انزع العمامة اللي هي إيش؟ الشريعة، وارفع التاج اللي هو الملك، هذه لا تلك، ارفع الوضيع وضع الرفيع، هناك رفيع سيصبح وضيعا ووضيع سيصبح رفيعا. ثم يقول النص: منقلبا منقلبا منقلبا، ثلاث مرات يؤكد أن الأمور ستنقلب. أجعله، متى يكون هذا؟ منقلبا 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 أجعله، هذا لا يكون حتى يأتي الذي له الحكم فأعطيه إياه، حتى يأتي شيلون الذي أخبر عنه يعقوب عليه السلام. إذا جاء هذا الذي له الحكم تنقلب الأمور، فالوضيع يصبح رفيعا والرفيع يصبح وضيعا. هذا الذي أخبر عنه النبي حزقيال، أخبر عنه المسيح عليه الصلاة والسلام حين قال، وأخبر عنه داود عليه السلام من قبل في المزمور 118، يقول داود عليه السلام: الحجر الذي رفضه البناؤون، هناك أمة رفضها البناؤون، أمة مرذولة محتقرة، الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية، هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا. هذا الاختيار، هذا التغيير ليس من عند النبي، من قبل الرب كان هذا.
وهو عجيب في أعيننا، عجيب في أعيننا. هؤلاء الأمة الضعيفة، أولاد الجارية، أولاد هاجر، يصبحون أمة مصطفى، هو عجيب في أعينهم، لكنه اختيار الله تبارك وتعالى، ولا يملك أحد أن يغير اصطفاء الله تبارك وتعالى. ما هي صفات هذه الأمة الجديدة التي سيغير الله عز وجل بني إسرائيل بها؟ الكتاب يخبرنا عن صفات هذه الأمة، يقول في سفر التثنية 32 على 19: فرأى الرب ورذل من الغيظ بنيه وبناته. هؤلاء شعب إسرائيل الذين لا يطيعون الله، رذلهم الله عز وجل. هو من عادة الكتاب المقدس أن يطلق على بني إسرائيل كلمة بنيه وبناته، نحن لا نوافق عليه، لكن النص يقول هذا. وقال: أحجب وجهي عنهم وأنظر ماذا تكون آخرتهم، إنهم جيل متقلب، إنهم جيل متقلب، أولاد لا أمانة فيهم، هم أغاروني بما ليس إلها، أي عبدوا غير الله عز وجل وهو ليس إله، أغاظوني بأباطيلهم. ما هي النتيجة المهمة؟ فأنا أغيرهم بما ليس شعبا، بأمة غبية أغيظهم. الرب تبارك وتعالى سيأتي بأمة وصفت بأنها غبية، ولا أوافق على ذلك، فالأمم ليس فيها أمم ذكية وأمم غبية، فيها أمم جاهلة وأمم متعلمة، أمم متقدمة وأمم متخلفة، لكن ليس هناك أمة غبية. لذلك الترجمة الصحيحة ينبغي أن تكون بأمة جاهلة. من هي هذه الأمة الجاهلة التي أغاظ الله بها بني إسرائيل؟ لنرجع إلى القرآن، فهو يخبرنا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، في آخرها يقول: ليغيظ بهم الكفار. فالله عز وجل أغاظ بني إسرائيل بهؤلاء الأطهار، بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ليحقق هذه النبوءة بأن هناك أمة جاهلة سيستبدلها الله عز وجل في بني إسرائيل، فيكون الملك فيها، وينطلق النبي العظيم منها عليه الصلاة والسلام. نعم أيها الكرام، وعندما جاء المسيح عليه الصلاة والسلام أكد على هذا المعنى، فقال لهم: لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره. من هي هذه الأمة؟ إنها التي وصفها سفر التثنية بأنها أمة غبية أو أمة جاهلة، إنها الأمة الأمية التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية، ويقول عنها الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. من هذه الأمة؟ إنها أمة العرب، إنها أمة العرب. الكتاب المقدس هو الذي يخبرنا بهذا، يخبرنا بأنه سيأتي زمان يستبدل الله بني إسرائيل بأمة أخرى. ما هي صفات هذه الأمة؟ إنها أمة العرب. لنقرأ ماذا يقول النص. يتحدث سفر إشعياء في الإصحاح 21 عن سقوط مملكة فارس وبابل وتماثيلها المنحوتة، إلى أن يقول: وحي من جهة بلاد العرب. هناك نبوءة، هناك وحي من جهة بلاد العرب، في الوعر في بلاد العرب، مش في كل بلاد العرب، هذه النبوءة ستكون في بلاد وعرة، في الوعر في بلاد العرب. تبيتين يا قوافل الدادانيين، هاتوا ماء لملاقاة العطشان. يا سكان أرض تيماء، وهي منطقة في شمال الحجاز، يا سكان أرض تيماء، وافوا الهارب بخبزه، فإنهم من السيوف قد هربوا. إذن يتحدث عن سقوط مملكة فارس ومملكة بابل وأصنامها، ثم يتحدث بأن هناك نبيا سيهرب من قومه ويطلب من قوافل الدادانيين أن يقوموا لنصرته ولملاقاته، ويذكر أن هذا النبي أين سيكون؟ وحي من جهة بلاد العرب، في الوعر من بلاد العرب. من هو هذا النبي الذي بعث في أرض ذات نخل بين حرتين؟ إنها المدينة المنورة، طيبة الطيبة. صلى الله على نبينا عليه الصلاة والسلام. إلى لقاء يتجدد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.